Test. Ouais, niente, let's. في ناس كتير سألتني يعني الكاميرا اللي انت بتصور بيها الفيلم ايه هي ازاي بتشتغل، كلمنا عنها يعني شوية. فانا بالنسبة للفيلم جربت حاجات كتير قوي، يعني كنت بجيب كاميرات وبيعها اجرب واشوف ايه اللي ينفعني ولا لا. فانا استقريت على المامية 7 دي. الكاميرا دي رينج فايندر، فانت مش بتبص، يعني معظم الكاميرات اللي هي الدي اس ال ار، النيكون او الكانون او الفوجي او الحاجات دي، بيبقى الشاشه انت جزء هنا ومغمض عين وبتبص من خلال العدسه. بس المشكله هي مش مشكله، انت بتبقى قافل عين والعين التانيه مفتحه وبتبص من الشاشه دي، فالفيجن بتاعك مقفول، يعني انت مغطي وشك بالكاميرا، انت مش عارف ايه اللي جنبك ايه اللي حواليك، انت بتصور حاجة بس. لكن الكاميرات دي بتبقى مختلفة، بتبقى الشاشة اساسا دي انت مش بتبص من العدسة، انت بتبص من هنا من الخانة دي فقط. فانت شايف، انت شايف اساسا من هنا كل حاجة، الفوكس 100%، يعني كل حاجة في الكادر هنا مهمة، كل حاجة يعني الفور جراوند زي الباك جراوند. لكن الكاميرات العادية لما انت مثلا بتعمل فوكس على جزء، الخلفية بتبقى مهملة شوية، او انت بتركز في جزء معين وتسيب جزء تاني. لكن الكاميرات دي بيبقى كل حاجة في الفريم مهمة، كل حاجة في الفريم مميزة، فانت بتركز اكتر، الكومبوزيشن بتاعك بيبقى احسن مع الكاميرات دي. تاني حاجة، في مشكلة برضك في الكاميرا دي، لان انت مش بتبص من العدسة. لو انت اساسا حاطط فيلم فيها وبتصور، انت ممكن تصور والغطا لسه مقفول وانت ما بتصورش، والفيلم كله يبوظ. فانت لازم كل مره تفتكر ان انت تشيل الغطا، يعني لو انت ما شلتوش الكاميرا هتصور عادي، وانت اساسا مش بتبص من العدسه، انت بتبص من الشاشه دي، فهيبان لك ان كل حاجه عاديه واللايت ميتر شغال وكل حاجه، لكن انت ما بتصورش، فالكاميرا دي لازم تشيل الغطا. ايه برضك اللي يميز الكاميرا دي؟ هما بيستخدموها المصورين بتوع الدوكيومنتري، مصورين اللاندسكيب، مصورين ستريت، لان الديتيلز فظيعه، يعني مقاس الفيلم 6 في 7. بردك لو انت هتستخدمها مع فلاش تقدر تعمل سينك مع الفلاش لحد 500، وده صعب تلاقيه في كاميرات، يعني كاميرات الديجيتال النيكون والكانون اخرها 200 250، اللي انت تعمل سينك مع الفلاش. لكن دي ممكن تصور لحد شطر 500 مع الفلاش. برضك اللي يميز من الكاميرا دي، زي ما قلنا كاميرات الكانون والنيكون انت بتبص في النص هنا، هو بيبقى على اليمين وعلى الشمال مقفولة، فانت مش عارف مين اللي داخل الفريم وايه اللي خارج من الفريم. انت بتتفاجئ ان ممكن حد يكون مثلا طير، قطة معدية بتظهر في الفريم. لكن الكاميرات دي انت ممكن تبقى مفتح عينيك الاتنين عادي، وتقدر تشوف مين اللي هيعدي وهيدخل جوه الفريم وايه اللي هيخرج بره الفريم. عشان كده اساسا يعني لما تشوف حد بيبقى شغال بكاميرا زي لايكا ام 6 ولا ام 9 او الحاجه دي، بتحس ان الكومبوزيشن بتاعه غريب. او حد مثلا زي مين كان مصورين مش شارع كويس، زي مثلا جاري وينجراند او كده، هتلاقي التكوينات، او هنري كارتيه، التكوين بتاعهم بيبقى قوي عشان هم عارفين ايه اللي داخل في الفريم وايه اللي خارج. فهنا انا ممكن ابقى عادي باصص، اقدر اصور وعارف ايه اللي داخل وخارج من الفريم. لكن الكاميرات العاديه النيكون والكانون بيبقى انت باصص هنا وانت مركز مع حاجه واحده بس. فهو ده اللي انا يعني ايه كنت عايز اشرح لكم. ممكن بقى اشرح لكم الكاميرا اساسا بتشتغل ازاي، ازاي تعمل لود للفيلم بتاعها، يعني ازاي تستخدمها مع فلاش، ممكن تستخدمها مثلا ازاي في اللاندسكيب، في بورت، في استوديو، ازاي تستخدمها مثلا لو في كذا حاجه يعني. فلو انتوا عايزين فيديوهات تانية اعملها لكم قولوا لي، او اي كاميرا انتوا مثلا فيلم ولا حاجه لو قدرت اجيبها او قدرت استلفها هقول لكم بتشتغل ازاي او ايه تجربتي معاها يعني. شكرا.